نروح لملف تاني وأخبار طيبة وإيجابية. لما نتكلم على أولمبياد طوكيو ونتكلم على البعثة البارالمبية في منافسات الألعاب الرياضية طوكيو 2020، والحقيقة دايما بعثتنا يعني بيثبتوا جدارة كبيرة وبيفرحوا الشعب المصري وبيرفعوا علم مصر وبيفرحونا بكم الميداليات، وإن شاء الله اللي جاي أكتر كمان. إحنا لغاية دلوقتي بنتكلم في 4 فضة، 4 ميداليات فضة وواحدة برونز. يمكن آخر ميدالية دي يمكن كانت من فترة بسيطة قبل ما نطلع مع حضرتك على الهواء على طول، ده اخر تحديث، ان شاء الله اللي جاي يكون اكتر بكتير باذن الله. سريعا كده نقول عناوين ونقول اسامي لاعبتنا وابطالنا اللي هم يستحقوا منها كل تقدير وتحيه الحقيقه. يعني اولا لاعبه رفع الاثقال فاطمه عمر اللي فازت بالميداليه الفضه، ميزان 67 كيلو، وعلى فكره فاطمه كده بالميداليه اللي خدتها يبقى اجمالي الميداليات اللي حصلت عليها في مشوارها بنتكلم على 6 ميداليات. كمان بطلتنا رحاب أحمد رضوان اللي حصلت على الميدالية الفضية في رفع الأثقال ميزان 50 كيلو. وكمان من الأبطال الرجال عندنا البطل محمود صبري اللي برضو حصل على الميدالية الفضية في رفع الأثقال، ودي أول ميدالية بارالمبية ليه. كمان البطل شريف عثمان ميدالية فضية ميزان 59 كيلو، ده برضو اعتقد في رفع الاثقال، في رفع الاثقال، كله في رفع الاثقال النهارده. الرباع محمد صبحي برضو ميداليه برونزيه في رفع الاثقال. كده عندنا 5 ميداليات حققها ابطالنا من البعثه المصريه البارالمبيه لحد دلوقتي، ان شاء الله اللي جاي يكون اكتر بكتير ويفرحونا، وليهم كل التحيه والتقدير الحقيقه على الجهد وعلى يعني التكريم اللي حصل بالنسبه لهم. معانا على التليفون دكتورة حياة خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية. برحب بحضرتك معايا دكتورة حياة، مساء الخير والف مبروك يا فندم. حضرتك اهلا اهلا يا دكتور. اهلا 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 وسهلا بيكي، وشرفنا وجودنا معاكي النهارده. صوتك مبسوط يا دكتورة حياة. الحمد لله، طبعا طبعا انجاز، وانا سعيده وعايزه اقول لحضرتك طبعا انت اتكلمتي على اللي اخذوا الميداليات، بس انا عايزه اقول برضك ان انا عندي بطلين حققوا المركز الرابع، وده يعتبر انجاز منهم. فاطمه محروس دي ناشئه واول مره تشترك في بطوله رفع الاثقال في دوره بارالمبيه، والحقيقه حققت المركز الرابع، وانا بعتبرها انها تعتبر بدايه. ايوه طبعا لسه صغيره واول مشاركه ليها، كمان اول مشاركه ليها، والفرق بينها وبين الاولمبيه كيلو واحد بس. فطبعا ده انجاز، وانا بحييهم من هنا من عندك من البرنامج. وعايزه اقول برضك ان حتى الابطال اللي ما جابوش ميداليات انما حققوا مراكز، دي تعتبر بالنسبه لهم انجاز. عندنا في تنس الطاوله عندنا سامح وعندنا سيد حققوا المركز الخامس، في عندنا الابطال سباحه لاول مره يشتركوا، ودول ناشئين وصغيرين، وده طبعا برضك يعتبر بالنسبه لنا انهم وصلوا للدوره البارالمبيه، ده يعتبر انجاز كبير جدا. وانا سعيده جدا الحقيقه، وسعيده ان احنا فرحنا الشعب المصري، ولسه عندنا بكره ان شاء الله منافسات، وان شاء الله نفرحكم اكثر واكثر. هو بكره هيكون في ان شاء الله يا فندم؟ بكره عندنا رفع اثقال برضك، عندنا هاني محسن بطل واعد طبعا ان شاء الله نجيب ميداليه، في عندنا جيهان جلال، في عندنا عمرو فاروق، في عندنا امل حنفي، وفي عندنا الكره الطايره ان شاء الله منافسه بكره مع اليابان على الساعة 6:30 بتوقيت طوكيو. تواصلكم معاهم يعني عايزين برضو نتكلم على سر النجاح والإنجاز وإزاي استعدوا بدنيا ونفسيا كمان للدور. الحمد لله، اللي بيحصل النهاردة ده نتيجة تعب 4 سنين، نتيجة محطات هم اشتركوا فيها اللاعب عشان يوصل للدورة البارالمبية، بيمر بمحطات، بيمر في بطولات قارية وبيقول بطولات عالمية، وما ننساش طبعا ان جائحه الكورونا دي خلتهم وقفوا حوالي يمكن اكثر من كذا شهر، فطبعا ده كله برضك اثر على الاداء، لكن احنا برضك سعداء بالانجاز اللي تم، وان شاء الله احنا عندنا الناشئين برضك احنا بنركز عليهم علشان طبعا برضك بنعدهم ان شاء الله لباريس 2024. ان شاء الله نكلمك بكره يا دكتوره حياه، ونفرح برضو باخبار تانية جميله باذن الله، وكل التحيه والتقدير لابطالنا والبعثه ولحضراتكم بكل تاكيد. دكتوره حياه خطاب رئيس مجلس اداره اللجنه البارالمبيه المصريه. خلونا نسمع كمان ابطالنا قالوا ايه بعد الفوز بالميداليات. كنت مصابه اصابه جديده قبل الدوره، وكانت احتماليه ان انا اطلع اجيب برونز
فالحمد لله حصلت على الميداليه الفضيه بقياده الجهاز الفني بتاعي طبعا كابتن شعبان يحيى، كابتن محمود نبيل، كابتن محمد عوض، كابتن شريف الحسيني. بشكرهم جدا جدا، بشكر اللجنه البارالمبيه ووقفتها معانا وحضورها كل الماتشات بتاعتنا. بشكر دكتور حياه على ان هي كل شويه بتيجي كل الماتشات، وهي طبعا يعني تعبانه وكده، بقدر مجهودها جامد. انا بعمل في مصر رقم بتاعي ده كنت عايز اعمله هنا ايا كان الترتيب، والترتيب بتاع ربنا وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى وفق وأراد ان انا اعمل ميدالية فضة. والحمد لله كنت يعني كده انا عملت قريب من التارجت بتاعي، فالحمد لله رب العالمين. ده كان اهم حاجه بالنسبه لي. انت حسيت الميداليه قريبه منك النهارده يعني المرحله الكام؟ بعد المحاوله الثانيه حسيت ان هي قريبه، يعني كنت شايف بس انا كنت ما كنتش بفكر الصراحه برضه، انا قلت البرونز قريبه على السن سيني لو صحح المحاوله هيبقى انا، لان كان العراقي والنيجيري كانوا تقريبا كانوا بعدوا خلاص، فانا قلت ايه يا رابع يا برونز. بعدين بغير هدوم لقيت الكابتن جه قعد يزعق في وشي قال لي اتفضل. الحمد لله الاول على الحصول على الميداليه الفضه، وبجد انا مش عارف اشكر مين ولا مين من كتر الناس اللي ساعدتني والناس اللي دعت لي. انا بجد فرحان ومبسوط. انا عاوز اعلم عشان ما خدتش ذهب، وانتوا اكيد شفت يعني انا قد ايه كنت زعلان عشان ما خدتش ذهب، بس بقول لكم ان انا الحمد لله كنت مصاب وكان المفروض ان انا مش هشارك، ده كان تحدي كبير. بشكر كل اللي جنبي، بشكر طبعا اول حد اشكره واقول له شكرا شكرا شكرا، والدي ووالدتي اللي دعموني من اول الخط لحد الان بدعائهم وباهتمامهم بيا، وزوجتي واولادي ربنا يخليهم يا رب ويبارك لي فيهم اللي صبرت معايا واستحملت ده كله. والحمد لله انا بقول ربنا عوضني الحمد لله بالبرونزيه ريو بالبرونزيه طوكيو عن اولمبياد ريو، لاني انا اخفقت في اولمبياد ريو، وربنا الحمد لله اكرمني ان انا احقق ده وان انا اصابر مع نفسي، وربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش مجهود وما بيضيعش تعب حد، ويا رب كده دايما 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 على مصر المرفوع وخفاق دايما دايما دايما.